يسعد مساكم مستمعينا مرة جديدة، أرحب بكم بسهرتنا الرمضانية رمضان والناس على أثير البانوراما أف أم، ومباشرة عبر تطبيق أم بي سي مود وتطبيق شاهد في آي بي. صار الوقت أن نرحب بضيفنا اليوم. ضيفنا فنان لبناني جدا مميز ويانا من لبنان، وقررت أنه بعد الفطور يجي يكون ويانا نتكلم عن روتينه الرمضاني، وايضا نساله لانه يقولون انه هو اعترف انه هو يقول انه عن نفسه عنيد وما يسمع كلام. يسعد مساك يا سعد. يا هلا، مساء الخير لك ولكل مستمعيك. دي حاجه مقدمه اعترف انه عنيد. بلشناها بالعناد وانت اعترافك. بالضبط. طبعا مبروك على هذا الإعلان اللي نزل مؤخرا بسنة 2023 مع الفنانة سيرين عبد النور والفنان محمد هنيدي، هذا العمل المشترك. الفنان سعد، رمضان اليوم نورنا، رمضان كريم عليك، نورت البانوراما، نورت ام بي سي مود، منور بوجودك وبوجود كل المستمعين ام بي سي هالمحطة العزيزة كثير كثير على قلبي. ان شاء الله يا رب ينعاد عليهم العيد بالصحة والعافية، رمضان بالاحرى، وان شاء الله يا رب. بين قاعد تجهز شيء للعيد ومفكر هيك بالعيد؟ ها بالضبط، خلص ما اشتقنا للعيد يمكن. سعد فعلا انت عنيد يعني مثل ما قلت؟ شوفي، أنا برج الجدي، واللي بيعرف الأبراج بيعرف أن الجدي أعند برج بالعالم. أنا حدا كثير عنيد، مش شوي رولا، كثير يعني. أوقات بيضايقني الموضوع، بس يعني حاس أنه يمكن 90% من الأوقات بيطلع معي حق بالعناد اللي أنا بعند عليها، يعني بالأشياء اللي بعند عليها 90% بيطلع حق معي، في 10% هو دايما بكون غلطان أنا. فأنت تحس أنه العناد بمحله؟ ولا حاسس انك رح تغير من هذا العناد بشهر رمضان؟ لا شوفي، هلا بشهر رمضان بغير الواحد كل شيء، بس سبحان الله الطبع غلب التطبع، يعني سبحان الله، يعني العناد هيدي بشخصيته للانسان. يعني انا خلقت هيك عن جد روزة، يعني وبرجع بقول لك انا يعني برج الجدي بشكل كثير كبير، يعني يعني كل تفاصيل برج الجدي موجوده فيه ضمن قصه العناد، بحاول قد ما فيه، بس خلص سبحان الله هذا طبع خلص. مبسوط في انت مدام قلت انه 80% تطلع صح والعناد مضبوط 90 لو سمحت 90 فخلص ما في مجال للتغيير. اللي بيطلع بالضبط الشيء اللي بعند عليها بيمشي حاله 90%، هلا او 10% بيكونوا بكون غلطان يعني فيه، انه which is normal، يعني اي حدا اليوم صح بالحياه بيكون اوقات معه حق اوقات ما معه حق، يعني مضبوط. بس اجمالا يعني مع الوقت ومع مع الايام اللي مرقت فيها والتجارب وكذا طلع عنادي بمحله يعني. طيب حلو هذا الموضوع، جميل جدا. وانت عندك بعد سالفه معاند بيها، او خلينا نقول بالاحرى مو معاند، انت مصر على شيء، وهي المقوله المستحيل هو ما لم يكتبه الله لك وليس الله ما عجزت عنه انت. انت دائما تقول صح لا للمستحيل. صح. وانا مصر على هذا الموضوع، وبمسيرتي هيك يعني 14-15 سنه انا بعتبرها بعيدا عن قصه الموسيقى، هاي ال 14 سنه 15 سنه هو وقت انا فتت على الفن، ووقت فتت على الحياه العمليه. يوم بعد يوم اكتشفت انه ما في شيء مستحيل، واي شيء الانسان اذا بحط براسه او بيكون عنده امل او بيكون عنده هدف رح يوصل له شئنا ام ابينا. فالشغل الوحيد المستحيل هي الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بيكون كاتب لك اياها، انا هيدا بنظري يعني. كثير اشياء احلام روز انا يعني حبيت حققها والحمد لله رب العالمين حققتها. الحمد لله. كثير اشياء تمنيتها والحمد لله رب العالمين كمان حققتها. فبعتبر انه خلص الانسان لازم يؤمن بهيدي المقوله انه ما في شيء مستحيل بهذه الحياه. وانا قريت كتاب باي ذا واي روزا، انه هو اسمه ذا سيكريت تو هيلث لوف اند ماني. هذا الكتاب بيحكي كثير عن اللو اوف اتراكشن، واللي هو انا كثير كمان بآمن فيه، اللي هي انه قانون الجاذبيه، انه انت اذا شغله بدك اياها اذا بتحطيها براسك رح توصلي لها لو بعد 100 سنه. فعلا قريت هذا الكتاب جدا يعطيك طاقة أنك توصل للأشياء وتركز على نفسك، بعد تركز على الأشياء اللي أنت تريدها وتحبها وتجذبها. عن جد بنصح كثير الناس أنه تقرأ هذا الكتاب، لأنه
هيدا الكتاب على الصعيد الشخصي غير لي تفكيري بشكل كثير كثير كبير. طيب حلو. وبعدين تنهي الرزة صرت أنا يعني صرت أشياء أوريدي أنا محققة، صرت بحكي مثلا مثل أشياء من 6 سنين و7 سنين حققتها. لما قريت الكتاب أتأكد أو انتبهت أنه والله مثل ما عم يحكي الكتاب صح، أنه بطريقة أنت غير باللاوعي أنت سويت طبقت الموضوع السر. بالضبط بالضبط. طيب صح. سعد يعني من بعد مرور تقريبا رح نصير 4 شهور على سنة 2023، تقدر تقولي شنو الهايلايت لهذا السنة؟ شنو أكثر شيء صار بسنة 23 ويعني it made your year، يعني بسطك فرحك؟ شوفي أنا هالسنة بقول بحس أنه هالسنة هي سنتي يعني صراحة. بلشي من أولها كانت حلوة، إن كان العمل اللي عملته مع سيرين ومع محمد هنري مع حمد الألقاب أكيد، إن كان البروجي تبعولي هو الان اف تي اللي هو عنوانه العنوان يعني الدعاية تبعنا هي It's Possible، اللي هو عملنا كولكشن للأفتي تبعولي. هيدي كمان كان بداية كتير حلوة بالنسبة لإلي على صعيد البزنس كمان بعيدا عن بس الفن. تحس إنه هذا البروجكت الأفتي والموضة الأفتي راح تكمل؟ بحس إيه هيدا روزا، لأنه كل شيء يعني مثل اليوم أنا بتذكر شغلي أنه وقتها نزلوا الفيزا كارتات، يعني الفيزا كارت أي فيزا كارت أو كريدت كارت، كانت كل العالم تقول أنه يعني مش هالحكي هذا، كيف بدك تشتري بكارت وكذا ما بعرف شو. مثل ما وقتها نزل التليفونات مستحيل، كيف بدك تفتح كاميرا وتشوف ناس من برا عايشين بمطرح وانت عايش بمطرح. So this is the future، الحياة عم تتطور بشكل كثير كبير. بالنسبة لإلي هول الاشياء اللي عم تصير، كان الـ NFT، كل شيء خاصه بالويب 3، كل شيء خاصه بالكريبتو كيرنسي، كله هو هن المستقبل لقدام. بحس من هلا لعشر سنين تقريبا رح يكون هذا هو الفيوتشر، وماشيين نحن يوم بعد يوم روزا. اذا بتلاحظ يوم بعد يوم عم نتطور اكثر، ويوم بعد يوم عم بيطلع اشياء جديده اكثر واكثر، وهيدي الحياه بدها تتطور. سو مآمن كثير بموضوع قصد الان في انه لقدام شوي شوي العالم رح تفوت فيه اكثر، وحيصير جزء كثير كبير من حياتنا. طيب سعد خلينا نرجع بعد شوي يعني لموضوع سيرين ومحمد هنيدي. ممكن انه نشوفك بعمل معاهم مسلسل درامي او فيلم؟ شوفي اتمنى روزا، اتمنى يعني انا انعرض علي اكثر من بطوله مسلسل بلبنان على مدار سنين يعني، بس للاسف ما حسيت ولا مره بكل هيدي الاعمال اللي انعرضت علي. شنو كان ناقصهم هذول الاعمال من وجهه نظرك؟ أقول لك شنو كان ناقص هذه الأعمال من وجهة نظرك؟ إنه تحس إنه هذا العمل إيه لازم أروح أسوي؟ ناقص برودكشن، ناقص ممثلين مخضرمين، لأنه اليوم بتعرف في روزا إذا حدا بوجهك عنده تاريخ كتير كبير مثل محمد هنيدي، مثل سيرين عبد النور، مثل هالأسامي الكبيرة بالتمثيل، بيعطيكي من 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 خبرته بشكل كتير كبير. يعني فرق ما تمثلي مع حدا بعده مبلش جديد وانت اوريدي مبلش جديده، فرق ما تمثلي مع اشخاص هني اوريدي عندهم تاريخ وعندهم خبره بهذا الموضوع. تقصد انهم يعطوك الدافع انه تطلع اللي عندك؟ اكزاكتلي هي شغله من الشغلات. حتى البرودكشن، حتى المخرج اليوم لما يكون واحد عنده تاريخ كتير كبير بالاخراج وعنده خبره كتير كبيره، غير ما يكون واحد بعد جديد بالاخراج. سو كل هول على بعضهم ما كنت عم لاقيهم بولا عرض من العروض اللي وصلتني. يعني دائما بقول انا كثير، انا عن جد جاهز انه امثل وعن جد حابب كثير انه امثل، بس بفرصه تضيف لإلي مش تضيع لي من وقتي، لانه بتعرف اليوم التمثيل بده وقت، والتمثيل بده يعني بده مجهود كثير كبير. سو ما بدي ضيع وقت على شغله انا اخر شيء افشل فيها كمان، لأن أنا ما مجرب التمثيل قبل كتمثيل يعني كبروفيشنال تمثيل. طيب سؤال، شنو الشيء اللي جقد ما تضيع عليه وقت تحس إنه يستاهل؟ أنا ببالي إجابة. شو هي؟ هذا لا 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 أنت تجاوب. الرياضة. والله صح، هذا اللي كان ببالي. قلت سعد مكرس حياته للجيم. بالضبط، انا عندي الرياضه والله العظيم انه الرياضه حتى اهم من الميوزك عندي، لانه مقتنع بشغله وكثير بامن بشغله انه الرياضه هي بتفتح لي ابواب بكل شيء.
تفتح لك ابواب انه تقدر تغني صح، تفتح لك ابواب انه تقدر تشتغلي صح، تفتح لك ابواب انه بتقدر تفكري بشكل صح. الرياضه هي باب لكل شيء، يعمل الانسان رياضه من هونيك ورايح يبلش شو. So that's why انا صار لي 15 سنه حياتي كلياتها ما موقف يوم واحد رياضه. يعني انا هلا معك هلا حسكر رايح نلعب فوتبول. اوكي يعني وانت تقول لي انا بعد ربع ساعه بعد 20 دقيقه لازم اطلع، عرفنا وين راح تروح بالضبط. لانه عبلك بقى يعني لابس ثياب الفوتبول ورايح. طيب انت دائما تفوز بالفوتبول ولا لا؟ لا لا، فوتبول صار لي زمان ما لعبت فوتبول. بس يعني عرفنا الاجابه خلاص. ايه يعني شوف فوتبول لا مش كثير، انا مش فاشل بالفوتبول بس انه ماني بروفيشنال بالفوتبول يعني. طيب سعد، عاده انت هسه يعني كسعد كفنان راح نضيف لك انفلونسر، انه انت مؤثر، مش انه ضروري تكون مؤثر مثل الشيء التقليدي اللي احنا تعودنا عليه، بس انك انت قاعد تتاثر. يعني من خلال حديثنا هسه صار تقريبا 12 دقيقه ذكرت كتاب السر ونصحت المتابعين انه يقروا، ايضا تكلمت عن الرياضه وقلت انك صار لك 15 سنه ما موقف رياضه، فانت انفلونسر. صح، فهسه انا دائما بقولها رزة هيدي، انه انا انفلونسر، يعني لانه بالاخر يعني انا عندي 2 مليون مثلا فور اكزامبل على الانستغرام. صح. على التويتر، على التيك توك عندي تقريبا اولموست 1 مليون. سو وعلى السوشيال ميديا اجمالا يعني. سو دائما بقول انه نحن انفلونسر، نحن اللي لازم نعرف بالضبط شو نقدم لهالناس اللي عم بتتابعنا. وانا في كثير، انا اللي بنبسط فيه اكثر شيء رزق، بتعرفي شو اللي بنبسط فيه اكثر شيء؟ والله العظيم وحياه الشهر الفضيل، انا لما فوت على الانستغرام عندي تشوف مسجات انه ناس بيقولوا لي، انا مثلا فور اكزامبل انه لما نسمع قصتك كيف بلشت وين صرت بتعطينا حافز نكون تعبانه نفسيتنا، لما نكون مثلا قاعدين بالبيت ما لنا زلمه نعمل رياضه، بشوفك على ستوري انت حاطط عم تعمل سبور وقوم بتفزع بلبس ثياب وبقوم بعمل سبور. واليوم يعني يو كان انفلونس ان تو ويز، يعني يا انه نكون انفلونسر بشكل صح وتاخذ العالم على المحل اللي هو الصح، اللي هو القراءه، اللي هو الرياضه، اللي هو تبعدي عن الاشياء الاشياء اللي بتضر للصحه، وفيك تاخذين على محلات تو انفلونس دم يعني باشياء اللي هي غلط، وهذا عم بيصير كثير. يعني عم تسمع حتى ميوزيكلي وايز تسمع ناس عم بيغنوا اغاني صارت عالم عم بتقلدهم، وهن اغاني عن جد ما لازم واحد يغنيهم. صح. سو دائما انا بفضل قد ما في اخذ الناس على اشياء انا تعلمتها بحياتي، وعلى اشياء انا اليوم عمري روزا 36 سنه يعني. فبهيدا الوقت اللي ال 14 15 سنه تعلمت كثير اشياء، كثير بنبسط انه اقولها للناس مثل ما بقولها لخي صغير انا. هيدي الاشياء بحب اقولها للناس. فانت انت عندك مليونين اخ صغير او مليونين اخ انت عندك، حتى ما نقول صغير وكبير، لا يمكن هم اكبر منك بعضهم، بس انه انت عندك مليونين حتى ما يكبرك بالعمر. سعد اوكي، انفلونس اس بعد شوي، قول لنا شو وقت دائما برمضان تحب تروح تلعب رياضه، انه جيم، تروح للجيم؟ شوف انا برمضان شو بعمل، انا برمضان قبل الافطار بعمل كارديو ساعه، برجع بطلع بفطر، بعد الافطار بساعه برجع بعمل ويت. حلو، هيدي كل يوم. حلو، عرفت كيف؟ طيب برمضان شويه تغش بالاكل ولا لا، ولا محافظ على الاكل الصحي؟ لا لا لا، انا هيدا اول رمضان كنت عم بقول للكوتش من كم يوم، لانه انا اون دايت هلا لانه جاي صيفيه وحاطط براسي، يعني من احد اللي عندي انا كل سنه رزا بالجانيوري باول جانيوري حط بلان، بكتب شو بدي ل 2023. احد البلانز اللي مخطط لها انا السنه انه يكون ان جود شيب ويكون عندي 6 باكس. هلا 6 باكس ما بعرف قد ايه بس عم بحاول. شو هالسنه هلا صاروا 2 باكس، هلا شوف لما بدنا نجيب الباقيين. هالسنه اون دايت، يعني قلت لهم كنت عم بحكي انا والكوتش، بقول لهم هي اول مره ما بحس باكل رمضان، يعني في كثير اشياء محروم منها، عم باكل الاكل اللي هو كارب اللي هو بروتين وقصص خضره، سو ماشي اون دايت 100%. اليوم
تشيت داي يوم الأحد. أوه ويا أنا ويا البرنامج تشيت داي. يلا يا جماعة أكلت دسار يا روز اليوم. ألف عافية. مش عيدية هذه اللبنانية يا بيش أكل يا بيش أكل. ألف عافية على قلبك. ألف عافية. ألف عافية. شكرا لك سعد نورتنا وراح تنورنا بالعيد. راح تنورنا بالعيد ها متفقين. هاي هسه هيك اون ذا جو اون ذا جو اون ذا جو بس اريدك بالاستوديو اريدك بالرياض. خلص دير باذن الله ان شاء الله ان شاء الله تنورنا باستوديو البانوراما بمجموعه ام بي سي بالرياض. سعد رمضان الفنان اللبناني شكرا لوجودك وياي ويلا جود لك بالفوتبول. ثانك يو سو ماتش روزا وانت تعرف قديش انا بعزك وار ماي فريند. شكرا يعني شكرا بتمنى لك كل التوفيق. ثانك يو سو ماتش. عليكم الصحه والعافيه. شكرا لك. باي باي مستمعينا متواصلين وياكم على اثير البانوراما اف ام. نطلع فاصل نختم هذه الساعه وراجعيكم بساعه جديده.